احنا معانا الاستاذ علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب. استاذ علاء الاول، صباح الخير. صباح الخير يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. انا عايز هذا الملف اتكلم فيه ناحيتين. وجهة نظر حضرتك الاول في هذا التقرير الذي خرج من وزارة الخارجية الامريكية اللي تناول فيها اوضاع حقوق الانسان في 200 دولة. هو الحقيقه يعني احنا يعني انا عايز اتكلم بس بالشان الداخلي المصري، ولازم اشير الى ان هذا التقرير صدر من اداره اوباما، اللي الحقيقه هي ذهبت والحمد لله ان هي ذهبت بلا رجعه. يعني هذه واحده. نمره اثنين اللي انا عايز اشير اليه واوضحه، ان هذا التقرير كله مغالطات. يعني يقول لك الاختفاء قسري وعشرات الالاف قتلوا والاخوان فصيل سياسي وكل هذه كل ما ورد هذا لا يمكن هتلاقي في هذا التقرير دليل واحد عليه. والدليل على ذلك ان النهارده لما جت الاداره الامريكيه الجديده ترامب، اول حاجه قالها ان انا عايز اصنف جماعه الاخوان جماعه ارهابيه. ليه؟ لان هو شايف ان جماعه الاخوان فعلا بتعيش في الارض فساد، وهدفها ان يكون هناك قلائل تحدث في مصر حتى يعودوا للسلطة ثاني، وهذا لن يحدث. نعم. الإدارة الأمريكية بتضغط من أجل تعبئة الرأي العام على أن مصر منطقة غير مستقرة، على أن مصر لا تمارس فيها حقوق الإنسان، وبالتالي الدول تقاطعنا سياحيا استثماريا اقتصاديا. هذا هدف أوباما للأسف. احنا يعني من حسن الظن. طب يا فندم، انا هنا بقى عندي سؤال بقى، ليه الجهات الحقوقيه المصريه زي المجلس القومي لحقوق الانسان، لجنه حقوق الانسان داخل المجلس، ليه ما تطلعوش تقرير يا فندم تردوا بيه على التقرير ده؟ يعني انا شايف، انا ده وجهه نظري انا على فكره الشخصيه، يعني ان رد وزاره الخارجيه كان ضعيف وهزيل في الرد على كل ما تم اتهام مصر بيه في هذا التقرير. تمام. انت عارف احنا التقرير سيادتك اللي بنعمله يا استاذ احمد، يعني انت حضرتك دلوقتي بتكلمني وانا في مطار القاهره، انا ووفد رفيع المستوى بترأس هذا الوفد مسافرين الامم المتحده فرع الارهاب في فيينا، عشان نشرح ليهم ونوضح ليهم ايه ازاي بنكافح الارهاب وازاي بنحافظ على حقوق الانسان، مش حقوق الامنيه فقط ولكن الحقوق الاقتصاديه والحقوق الاجتماعيه اللي هي التنميه اللي هي بتقضي على الارهاب والخطاب المعتدل. ازاي احنا بنحاول نحول مصر من دولة مستهدفة إرهابية وفي نفس الوقت ما بنصدرش الإرهاب، لأن دي فكرة لازم نوضحها للناس. لأن هو الفرق، إحنا النهاردة اتكلمنا في محافل كتير وقلنا لهم تركيا بيحصل فيها تفجيرات وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وكل حتة بيحصل، إشمعنا بتعاقبونا إحنا بالسياحة والاستثمار والاقتصاد؟ قال لك عشان هم ما بيصدروش. يعني إحنا اللي بنصدر، إحنا مصدر إلينا الإرهاب، والدليل على إن سينا بعض الإرهابيين اللي موجودين في سينا اخترقوا الحدود بالأنفاق ومساعدة بعض القوى الخارجية عشان يوصلوا في مصر. والدليل على ذلك مثلا الأخ محمد البلتاجي المحبوس حاليا، لما قال لو توقفت الأوضاع فينا تهدى. الدليل على ذلك ده واضح وصريح. المغالطات يا أستاذ أحمد بتيجي دايما من أمريكا وبعض المنظمات الخارجية اللي هدفها إعادة الإخوان لعمل او لجعل مصر تحت السيطره. طب هنا بقى يا فندم في جزئيتين انا عايز اكلم حضرتك فيهم، وحضرتك مسافر، انتوا ايه التولز او الادوات اللي انتوا واخدينها؟ ليه؟ لان احنا عندنا، انت حضرتك بتواجه ايه هناك؟ دي برضو نقطه مهمه جدا. بنواجه اولا ان في صوره ذهنيه ثابته لديهم ان مصر فيها نوع من انواع انتهاك حقوق الانسان وانتهاك معارضه، وان مصر ما فيهاش اي نوع من انواع الديمقراطيه ولا نوع من انواع التعبير عن الراي. ده واحد. اثنين، ان هناك لوبي قوي داخل هذه المنظمات من جماعة الإخوان المسلمين ضاغطة على المجتمع الغربي بالكامل، سواء أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، لتوصيف صورة ذهنية، وبيستخدموا مفردات يفهمها الآخر. للأسف إحنا ما بنقدرش نستخدم هذه المفردات. ثالثا، هل إحنا معانا فيديو أو معانا شريط يوثق كل ما سيتم عرضه وتناوله من كلام؟ لأن دايما الصورة خير دليل، ويعني أبلغ من ألف كلمة. يعني رايحين معاكم إيه يا فندم وأنتوا بتواجهوا الثلاث جزئيات اللي أنا بقولهم دول؟ الحقيقة إحنا استعنا من الهيئة العامة للإعلامات ومن وزارة الداخلية ببعض الفيديوهات المتعلقة بحرائق التي فعلها الإخوان المسلمين مترجمة باللغة الإنجليزية في سام الشرطة، في الكنائس، في عربيات الشرطة وقتلى، وأيضا الأحداث اللي حصلت فينا. أيضا معنا بعض شرائط الفيديو الموثقة
لفض رابعه كمان والنهضه، لما قال لك فض رابعه والنهضه دخلوا قطر المظاهرين مصورين فيها كيفيه وجود بعض المتظاهرين بالسلاح اللي هم الغير سلميين وما حدث منهم من تجاوزات واعتداء على المدنيين واعتداء على الشرطة، ايضا واخدين لهم تي في كامل ماذا فعل مجلس النواب واصدر قوانين ايه، ماذا فعل ايضا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنميه، ماذا تفعل القوات المسلحه من اجل اعاده الانضباط للشعب. لا احنا رايحين ومعانا الحقيقه ملف كامل محترم، ولكن اللي انا بقوله ان للاسف احنا يعني احنا جينا متاخرين، بس انا هقول لحضرتك ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي ابدا. صحيح. والدليل على ذلك ان في بعض الاشخاص اللي كانوا من مصر هنا بيطلعوا ولكن كانت لغه الخطاب بتاعتهم الحقيقه يعني كانت ضعيفه او قليله او بمعنى اصح يعني، ولكن الظروف اتغيرت النهارده، احنا هنوضح للعالم هنتحرك في كل حته. انا رحت جنيف في الامم المتحده في لجنه حقوق الانسان ووضحت، والنهارده بوضح في فرع الارهاب مكافحه الارهاب. وللعلم هذا المؤتمر في سيكشن خاص بمصر مكتوب تجربه مصر الرائده في مكافحه الارهاب والتنميه الاقتصاديه والتجاريه. دي حاجه مهمه جدا، ابتدوا يعترفوا بينا والحوار، والحقيقه احنا ابتدينا نتحاور ايضا مع بعض السفراء نوضح لهم وجهه النظر. في انت عارف سيادتك يعني في اللي عايز اللي يصدق واللي مش عارف يعترف واللي واخد قرار وهو عارف بيعمل ايه، والله لو عملت له ايه مش هيصدق، ولكن احنا مش هنسكت. هنا بقى هنا حضرتك قلت حته حلوه قوي دلوقتي، اللي واخد قرار ومهما احنا قلنا مش هيصدق، او هو في دماغه حاجه معينه مش عايز يغيرها، دول كتير نسبتهم كتير ولا هم النسبه الاقل؟ والله بص احنا ما بنحسبهاش بكتير ولا قليل، احنا بنحسبه هو قوي بره ولا مش قوي. هي بالنسبه لي لو هم اتنين او تلاتة واخويا بره هيتعبوني. ليه؟ صح. ليه هقول لسيادتك ليه؟ لان للاسف برضه لازم تبقى عارف ان 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 مصر لما هزمت مخطط الشرق الاوسط الجديد وتقسيم مصر دي مش ناسينهالنا بعض الدول. ليه؟ لان بعض الدول عايزه تحصر الارهاب في مصر، تقول لك مصر اصبحت دوله ارهابيه ونلم ارهابيين العالم دول كلهم يروحوا يعيشوا في مصر ونبقى خلصنا من الارهاب اللي بيضرب فينا كل يوم، بقى يلم بقى بتوع الشرق والغرب والارهابيين الاوروبيين والارهابيين اللي من هنا ومن هنا، ويقول لك يلا روحوا عيشوا في جزء من مصر واحنا نبقى صدرناكم وخلصنا ان شاء الله، حتى مصر تعلن كلها ايه دوله ارهابيه ومالناش دعوه بيها. هو احنا 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 يا استاذ احمد احنا افشلنا الشعب المصري، والحقيقه ثوره 30 يونيو افشلت مخطط محاك بطريقه قويه جدا، واحنا بندفع الثمن دلوقتي حصار اقتصادي وحصار في السياحه وحصار تجاري، ولكن يجب ان نتماسك ونبعد تماما نظريه ان احنا المؤامره او ان احنا الحكايه. لا احنا هنعدي واحنا خطنا حروب اكبر من كده، وان شاء الله يبقى مصر زي ما احنا بنقول دوله مدنيه حديثه رائده تقدم الجديد للشرق الاوسط والافريقيا واوروبا. يا رب دايما. راجعين امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله احنا عندنا بكره وبعده، وان شاء الله الخميس الصبح هنبقى موجودين باذن الله في القاهره. ان شاء الله يبقى يوم السبت ممكن يبقى ما بيننا كده مكالمه نعرف ايه اللي تم هناك وعرضتم ايه، تبقى حاجه كويسه طبعا، ونتمنى يا رب كده التوفيق ونجاح ليكم في هذه المهمه القوميه الصعبه يعني اللي فيها. يشرفني ان انا ابقى مع حضرتك في اي وقت، انت وجهه مشرفه واعلامي انا بحبه على المستوى الشخصي. شكرا، انا بشكر حضرتك جدا. شكرا استاذ علاء، بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله. زي ما احنا شفنا كده يعني الحمد لله عندنا اتجاه بيتحرك، عندنا مجلس نواب قادر ان هو بمجرد يعني شوفوا انا لسه كنت بتكلم بسال الاستاذ علاء قاعد بقول له طيب وانتوا طالعين عندكم هتطلعوا تقرير، طب هتقولوا ايه هتعملوا ايه؟ الا احنا دلوقتي حالا موجودين في مطار القاهره، دلوقتي حالا هو على راس هذا الوفد اللي بيتوجه لفيينا علشان يتحدث امام حقوق الانسان داخل الامم المتحده علشان يعرض الانتهاكات التي مارستها هذه الجماعه في حق الدوله المصريه، ولماذا يعني تصنف هذه الجماعه في مصر على انها جماعه ارهابيه.